ممكن اشوف هي كده ايه ميتو ايه ده لا ما ينفعش استنيني مستنياكي طب غششك ممكن اقول ازاي نسيتها اصلا ايه ده ماشي انا قلت نهله ده عيب وبشي اسرع رد فعل بتعمل كور غريبه جدا لا استني بقى انت اكيد عارفه ايوه انت لازم الاسم الثلاثي مش عارفه حاسس ان هو مخليه خطي حلو طب استني حلوه اللعبه دي ممكن قوي. تسالنا كتير قوي لو قلتي زيي هتبقي صاحبتي بجد مريم مصطفى الاكل ايوه بعد الجواز بقى تعلمت الطبيخ بقى وكده ايه ده انتي صاحبتي انا كنت بقولها كده فنفنه يعني يا فريده اصبري ما ينفعش يا بنتي هفكر لا خلاص انا هقول من طب انا ليا عليا ايه يعني انتي ايه ده موديل حلمني هني انت بقى الموضوع ده عجيب كده يا حبيبتي يا اختي جميله شفتي انك تعاني حلوه ما تاثرتيش يعني تاثرت احنا ما حدش هيضحك خالص عن بتاعنا هو انا بهددت بتاع خالص ايه الهبل ايه مستحيل يا بنتي بجزمه ولا من غير جزمه انت بتشتمي لا بجزمه البالي يا بنتي لا من غير جزمه والله ايوه لا ايه فوفي غلط طب خلاص ما تكتبيش زيي خلاص انا هكتب الحاجه 186 بجد مش بعرف لا هو اي اعتراض دي بنت اللي عارفه تقولي اكتر انا طولك احنا زي بعض لا بس من غير الجزمه بنقل قوي يعني ما تبصيش بجد انت غشيتي؟ لا انت غشيتي صح؟ بس كنت عارفه انها مريم محمد متولي بس كنت عارفه محمد الرابع ايه ده انت مش أنا عارفه خالص أنا عارفة. الرباعي مستحيل طب ولو عرفت ايه ده عرفتي ازاي؟ اوف صح عرفتي مجدي منين؟ يا بنتي هيك بقى انا تعبت قوي من المسح انا وانا صغيره ما كنتش بمسح السبوره في المدرسه بجد؟ كنت بحب المسح صح انا زعلانه جدا انا مستاء عارفه الاستياء مش هخش لا مش هينفع عشان انا زعلانه طيب منك قوي دلوقتي لا عارفه شهر 5 انا اندر بريشر مش بعرف افكر كيش دعوة انا عارفه انه في شهر 5 بطالي بقى ثانيه واحده لا خلاص لو سمحت الوقت خلص 15 1999 بس متسجله بتغشي غلط ايه 2000 تمام وفي انا ايوه شفتي قلت لك في شهر 5 والله يوم ايه ده يوم 1/5 ايوه ده يوم حاجه والله يوم مهم ايوه شفتي
حافظه ايه؟ ايوه مش حافظه. لا والله انا بتلخبط والله يا ميتو. طيب الوقت خلاص يا كابوس. لا ليه سؤالين كمان؟ سؤالنا كتير. ايه؟ سؤالنا كتير. لا اوكي اتنين كمان كده. خلصت الاسئله عملية ايه؟ خلص الاسئله. شكرا.